يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأشاعرة هل يعدون من الفرق 73 فرقة الضالة؟ نعم نعم. الأشاعرة هل يعدون من الفرق 73 الضالة؟ كل من خالف ما عليه أهل السنة والجماعة، يا أخي عندك ضابط ما يحتاج تسأل، ما خالف مذهب أهل السنة والجماعة فهو من الفرق الضالة، لكن قد يكون ضلاله ضلال شديد وقد يكون ضلاله خفيف. نعم.